السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراحة. إن أحد أهم حوادث التاريخ الإسلامي هي غزوة الأحزاب، تلك المعركة التي كانت في الواقع نقطة انعطاف في تاريخ الإسلام وقلبت موازين القوى بين الإسلام والكفر لصالح المسلمين. كان ذلك النصر مفتاحا للانتصارات المستقبلية العظيمة، فقد انقسم ظهر الأعداء في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، وكما يدل عليها اسمها كانت مجابهة شاملة من قبل عامة أعداء الإسلام والفئات المختلفة التي تعرضت مصالحها ومنافعها كما تدعي للخطر نتيجة توسع وانتشار هذا الدين. مشاهدينا الكرام، حول غزوة الأحزاب وحول استخلاص أهم الدروس والعبر وإسقاط ربما هذه الغزوة العظيمة على واقعنا الحالي، نسعدنا أن نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور علي السبع الباحث الليبي. دكتور علي، أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ محمد ومشاهديك الكرام. في البداية دكتور علي، ما هي أهمية الحديث عن غزوة الأحزاب في هذه المرحلة واستخلاص العبر وأهم الدروس التي يمكن أن تستفاد من هذه الغزوة العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها منهجا كاملا للحياة، وهذا الكلام الذي نقوله ليس غلوا في ديننا أو في نبينا عليه الصلاة والسلام. العقلاء من الغرب والمفكرين وأساتذة الجامعات والعمداء والذين غاصوا في الإسلام ودرسوا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم تحوم كلماتهم حول أن هذا المنهج وهذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو المخرج للبشرية. عبروا عن هذه الحقيقة بعدة كلمات، وأنا قبل أن أغوص في هذه الحيثية أريد أن أبين أمرا مهما. اليوم كثير من الدعوات والأصوات ترتفع يقول لك يا أخي نحن الآن أين نحن اليوم والبشرية، وأين محمد صلى الله عليه وسلم والبشرية؟ يعني الوقت والزمان والبيئة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست كبيئتنا اليوم، تختلف اختلافا كاملا، فكيف تريد أن تجمع تلك الثقافة وتلك الحضارة بهذا الذي نعيشه اليوم؟ طبعا هذه شبهة، وهي شبهة خطيرة يثيرها كثير من أكرمك الله من السفهاء تقليدا لبعض الغربيين، ويتأثر بها الشباب. الحياة كلها تنقسم إلى قسمين للجواب على هذه، لأن هذه هي هذا المدخل لسؤالك الذي تفضلت به. الحياة كلها هي عبارة عن شيئين لا ثالث لهما، ما يعيشه المرء على هذه الحياة من طب وهندسة وفلك وجيولوجيا ونحو ذلك من هذه العلوم التي يراها الناس من تطور في البنيان والروح. والشق الثاني هو الإنسان وحاجيات الإنسان، لا ترى شيئا ثالثا في هذه الحياة، لا ترى شيئا ثالثا منذ أن خلق الله آدم إلى آخر يوم في هذه الدنيا، هي هذه الدنيا. قوم عاد وقوم قريش وقوم الأمريكان واليابانيون وكذا، هو هذه حقيقتهم، دنيا يعيشونها ويطورونها بعقولهم وأفكارهم وأبدانهم وأيديهم، وقيم وأخلاق ومبادئ تحكم هذه الدنيا، بس لا ثالث لهذه الحياة، لا يوجد شيئا ثالثا. الأمم التي تراها كلها الآن تتفنن في 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 إبداع الدنيا. قوم عاد قديما كانوا، يعني الله ذكرهم في القرآن أنهم ينحثون الجبال، وقوم ثمود، وها هي آثارهم وبنيانهم وحضارتهم لازالت قائمة اليوم، وهي حقيقة في غاية العظمة من كبرها ومن جمالها ومن عظمتها والإهرامات ونحو ذلك. فإذا البشرية قادرة على التفكير منذ زمن سحيق في التاريخ، ليس جديد. يعني اليوم نرى ناطحات سحاب، كانت هناك إهرامات وكانت هناك مباني أخرى وكانت هناك سدود وكانت هناك، العقل البشري لم يتوقف حتى يأتي الجيل زمن العولمة الآن ويقول الآن البشرية انتهت، ليس الأمر كذلك. إنما الشق الآخر وهو شق الإنسان، شق القيم، الأخلاق، المبادئ، العلاقات بين البشرية، الظلم، العدل، العفة، الطهارة، هذه المعاني
مهما لف الإنسان في هذه الدنيا فلن يجدها إلا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه في غاية الأهمية بالنسبة للشباب الذي تصيبه لوثة التفكير السقيم فيتنكر لهذا الدين. أنا أقول كلمة وأتحدى العالم كله بها، جميع المؤسسات البحثية وجميع الجامعات وجميع يعني الذي تراه الآن يفكر لن يأتي بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في جانب القيم والأخلاق والعلاقات والعفة والطهارة والعدل ونبذ الظلم وهذه القيم الإنسانية، لا يمكن لا يمكن أن يقتربوا منها. ولذلك المنصفون من الغرب شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج حياة في هذا الشق، في هذا الشق جاء بمنهج حياة متكامل، لا زال إلى يومنا هذا صالح للحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، أنزل الله له منهجا كاملا. هذا المنهج هو القرآن والسيرة العملية التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المدخل الذي من أجله نريد أن نأخذ قبسا بسيطا فقط في هذه الغزوة، نريد أن نرى هذه الغزوة وكيف أنها تكاد تكون متطابقة لما يجري اليوم في مناحي كثيرة، وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه القضية في غاية الخطورة. السياسيين والمثقفين والمفكرين والإعلاميين لا يمكن أن يقوموا بدورهم الإصلاح ما لم ينطلقوا من هذا الشق الذي كنت أتحدث عنه، شق القيم والأخلاق والمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لتحيا به البشرية. أما الشق الآخر في ذلك فليتنافس المتنافسون، ذاك على قدر الإنسان وتفكيره، الياباني، الأمريكي، الأسترالي، المصري، اليمني، الناس تتفاوت في تفكيرها. وقلنا حتى قديما كانت هناك عقول جبارة كالفراعنة وكال سد مأرب وكقوم عاد وقوم ثمود، تنوعت الحضارات وتنوعت البنيان وروما القديمة وغيرها. هذا الفكر الإنساني في العمارة والبناء والطب والهندسة وهذه الأشياء ما زال يتطور يعني، وربما يأتي جيل بعدنا يقول أنتم كنتم في متأخرين جدا. فهي القضية هنا مفتوحة على مصراعيه للمسلم وغير المسلم، لكن الشق الثاني شق القيم والأخلاق والمبادئ والتصورات والعلاقات وتنظيم حياة البشر ونحو ذلك من حيث الظلم والعدالة والحريات ونحو ذلك، هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا قوانين ولا دساتير تغني عنه أبدا ولا يستطيع أحد. بل أنا أقول لك شيء كما سيأتي بيانه بعد قليل، كل الذين تراهم يخرجون إلى القنوات لا يمكن أن يصيبوا قدرا من الحق ما لم يرجعوا إلى هذه النقطة التي تحدد. سنضرب أمثلة نبين بالأمثلة المفصلة في هذه القضية. هذا الذي يرتكز على هذا الميراث وهذا العلم هو الذي يصيب الحق في كثير من القضايا، في كثير من القضايا. نعم. طيب إذا ندخل الآن إلى هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق أيضا كما تسمى. في البداية لو فكرة عامة دكتور علي عن هذه الغزوة العظيمة وعن أسبابها. طبعا نريد أن نربط هذه الغزوة بما كنا نقول قبل قليل، أن الحديث الآن احنا ذكرنا أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هي النبراس التي يجب أن تقتدي به المسلمون أولا والبشرية ثانيا، ومخرج البشرية في هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نقتبس شيئا من سيرته في الحروب، كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهل إذا سلكنا مسلكه نكون قد أصبنا نحن الصواب. هذا الذي نريد أن نتحدث. غزوة الأحزاب وهي لا تخفى على أحد، ولكن بمناسبة ليالي رمضان ونحن في استراحة نتحدث عنها شيئا يسيرا، وليس هدفنا اليوم هو الحديث عن الغزوة من الناحية التاريخية، إنما نريد أن نذكر هذا الذي كنا نقوله قبل قليل. غزوة الأحزاب، خرج مجموعة من اليهود من خيبر ومن المدينة ومن الناس الذين طردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فتجمعوا وقالوا علينا أن نذهب إلى قبائل العرب ونحشدهم لننهي هذا الدين. فكرة الحرب بدأت من تفكير اليهود، لاحظة فكرة الحرب وفكرة تحشيد الجيوش وتحشيد الأحزاب بدأت من اليهود، وهذا له علاقة بواقعنا سنتكلم عنه بعد قليل. فذهبوا إلى قريش وبدأوا يحرضونهم ويحثونهم حتى وافقت، ثم ذهبوا إلى غطفان، ثم ذهبوا إلى قبائل العرب واحدة تلو الأخرى، حتى تجمعت 12,000 من المقاتلين العرب أو 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وبعضهم يقول يزيد ينقصون، بإمرة أبو سفيان ابن حرب. فتجمعوا حول المدينة، فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمعوا حول المدينة وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم. يعني تصور أنت الآن مدينة حصار كامل 10,000 مقاتل من العرب كلهم واليهود وبقايا اليهود. أما داخل المدينة، المدينة النبوية، داخل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد مجموعة أحلاف، يوجد منافقين
ويوجد مشركين، هذه المدينة، واقع المدينة هكذا، ويوجد يهود بني قريظة، طبعا بني القينقاع وبني النضير طردهم النبي صلى الله عليه وسلم للغدر الذي قاموا به، فبقي بني قريظة، فأحاط هؤلاء المشركون من كل مكان، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في حصار وفي في 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 يعني في كرب شديد من هذا الحصار. يعني الآن لو استؤصل، لو دخل هؤلاء الأحزاب إلى المدينة لانتهى الإسلام، وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وانتهى الإسلام بنهايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدبر بعض الأمور، وهذا شيء معروف، يعني منها إشارة سلمان الفارسي حينما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، ثم يعني فيه منطقة كانت ممكن يدخل منها المشركون، فأشار بحفر الخندق، يعني مساحة معينة لا أدري كم مساحتها، وفيه المدينة نفسها في حرتين، هذه الحرة هي عبارة عن حجر مثل الحجر البركاني، لا يستطيع الخيل والجمال وكذا أن تمر منها، فهي كأنها سد طبيعي من الواحد، وجبل أحد، وبقى منفذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم الذين يحرصون من هذا المد. فلما ضيقوا على الخناق، فلما ضيق المشركون الخناق على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ المنافقون يتململون، وبدأ بعض اليهود الذين، انظر تأمل بالله غدر اليهود، اليهود الذين جاءوا مع كحيي بن أخطب دخلوا إلى المدينة، تسللوا المدينة وذهبوا إلى بني قريظة، ولا زالوا يحرضونهم على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقضوا العهد، فاشتد الكرب على 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 النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل ومن الخارج، من الداخل ومن الخارج ومن وسط. تأمل أنت الآن خلفك بني قريظة وأمامك 10,000 مقاتل، وفي وسط جنودك منافقون يتكلمون، يقول يعيدنا هكذا بالحرف، يقول كما في الحديث الصحيح يعيدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغائط، يعني لقضاء الحاجة. تصور إلى هذه الدرجة من الوحي. وهنا ذكر الله حتى وصف هذه، نزلت صورة كاملة اسمها صورة الأحزاب، يصف الله بها الحال. ثم انتهت المعركة بانتصار المسلمين، في حديث طويل ليس المراد الآن الدخول في تفاصيله ويعني وحيثياته. لكن من أهم ما ذكرت دكتور علي في ثنايا حديثك دور اليهود في هذه الغزوة بالتحديد، وهو دور كبير. نريد أن نقف على هذه الطائفة وعلى دورها في إفساد العالم بالأمس واليوم. طبعا هذه أحد المسائل التي ذكرتها في المقدمة. أنا ذكرت قلت لن يخرج الإنسان المفكر والإعلامي والمثقف وأستاذ الجامعة في تحليله للأحداث من هذه النصوص المقدسة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. منها على سبيل المثال قبل أن ندخل في اليهود، قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحن الآن جربنا منذ سقوط الخلافة الإسلامية. لماذا نقول منذ سقوط الخلافة الإسلامية؟ لأن ما قبل سقوط الخلافة الإسلامية كان هذا الذي أقوله الآن ظاهر لكل المسلمين، يعرفون أن هؤلاء النصارى أعداءهم الصليبيين، وكانت بينهم صولات وجولات، وبين اليهود وبينهم هكذا، هذه ظاهرة يعرفها الناس. بعد سقوط الخلافة دخلت لنا أفكار المدنية والسلام وحقوق الإنسان والتعايش السلمي ونحو ذلك. الآن منذ سقوط الخلافة ما يقارب من القرن وسنوات، ونحن جربنا هذا السيناريو الممجوش، وجربناه في فلسطين، وجربناه في أكثر من دولة إسلامية، لم يخرج هذا الذي جرى عن قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الآيات المقدسة التي ذكرت في القرآن جرب المسلمون كل شيء، وفي النهاية عادوا إلى هذا المعنى. الآن في سوريا، الآن في سوريا استغاثوا بأمريكا، استغاثوا بالأمم المتحدة، استغاثوا باليمين، استغاثوا باليسار، اجتمع عليهم أهل الكفر قاطبة، ولم يرحبوا فيهم صغيرا ولا كبيرا ولا 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 عجوزا ولا مهاجرا ولا يعني هاربا من الحرب، الذي مات في البحار والذي مات في الطرقات والذي مات بالقصف، والذي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. فإذا هذه عند تحليلنا للأشياء وعند تناولنا للأمور لابد أن نضع هذه القواعد أمامنا، هذه يقينيات، هذه ليست بالتجارب، مع أن التجارب يعني تلزمنا بالأخذ بها. نحن جربنا الآن في فلسطين، كم جربنا ولهثنا وراء اليهود من أجل السلام، ما مسكنا إلا السراب. اليوم يتحدثون عن إنهاء القضية، ليس السلام، عن إنهاء القضية وصفقة القرن. طيب أين السلام وأين التعايش السلمي وأين اتفاقيات أوسلو واتفاقيات مدريد والعهود والتوقيع؟ كله ذهب
وبقي مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وبقي قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا الذي أريد أن أقول قبل أن نبدأ في موضوع اليهود أننا نحن أمة مسلمة عندنا الحق المطلق يجب أن ننطلق منه في تفسير الأشياء وفي تحليل الأشياء وفي أخذ المواقف، ومتى نسالم ومتى نداهن ومتى نعادي ومتى نحارب ومتى نسالم ومتى نبر بالعهود، هذا كله مفصل عندنا، لكن تركناه وبدأنا نجرب ونلهث خلف الأصوات الغير المسلمة وما أذاقونا إلا الويلات وإلا العذاب. الآن في سوريا انظر الآن حتى في إدلب لم يرحموه، إبادة كاملة في فلسطين، إبادة كاملة في اليمن، إبادة كاملة في كل بلدان المسلمين، إبادة كاملة. فإذا القضية المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نريد أن نرسخها في هذه الليلة أن هناك معاني مقدسة يجب على المسلمين أن يعودوا إليها وهي غير قابلة للتجريب، مع أننا جربناها عشرات لم يكن مئات المرات والنتيجة واحدة. فإذا يجب العودة إلى المقدس الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من المقدس أيضا، من المقدس أن الله سبحانه وتعالى أكثر من وصف اليهود كثيرا جدا في القرآن. لماذا؟ لحكمة، لحكمة. ليس الله سبحانه يعني أنت العقلاء حينما يكرر لك جملة أو يكرر لك معنى فمعنى ذلك أن هذا المعنى مهم. هذه عند الحديث العقلاء، أي واحد الآن يقول لك اليوم احتمال يحدث هجوم على القاهرة، أنا أتوقع اليوم فيه هجوم، سمعت أكثر من شخص يتحدث عن هجوم على القاهرة. فإذا هذا الشخص يهمه هذه القضية، هذه بالنسبة له، بالنسبة له هذه قضية مهمة، وأيضا يريد أن يرسخ هذه الأهمية في أذهان المتلقي، هذه في غاية الأهمية. فالله سبحانه وتعالى القرآن مليء بوصف اليهود وأحوالهم وخبتهم وغدرهم ونقضهم للعهود وإشعالهم الفتن وسعيهم في الأرض فسادا ونحو ذلك، هذا كثير في القرآن، فيجب أن نعي هذه القضية. فنحن الآن لما نتأمل في واقعنا اليوم، أولئك حزبوا الأحزاب ما تركوا مشهدا من مشاهد العداوة والفك بالإسلام وبرسول الإسلام إلا وفعلوه، نقض للعهود وغدرا ومحاولة لاغتياله وجلبوا له الأعداء وفعلوا معه كل الأفعيل. فإذا هذا مقدس، لا تذهب بعيدا يا إعلامي ويا معلم في مدرستك ويا أم في بيتك ويا وزير في وزارتك، لا تذهب بعيدا، هذا المقدس لن يتغير. هو الله أعلم بالنفوس هؤلاء، هذه الفئة من اليهود يعرف الله نفسيتها، فلذلك الله أعطانا كيف نتعامل معهم. ولو تعاملنا مع هذه الطائفة من اليهود بما وصف في القرآن لما كان لهم وجود، لكن نحن تركنا ما في القرآن وذهبنا خلفهم وراء السراب، فماذا أذاقونا إلا الويلات. هؤلاء اليهود اليوم المنطقة، أنا لا أريد أن أتكلم عن إفسادهم في العالم ونشرهم للفساد وبروتوكولات بني صهيون من نشر الفساد وعري المرأة ونحو ذلك، أنا أريد أن أتكلم عن منطقتنا فقط التي يقال عنها الشرق الأوسط وهي الأمة، قلب الأمة الإسلامية هذه التي يتحدث عنها الناس. الحشد الروسي والأمريكي والإيراني والنصيري والدروزي كله من ورائه هذه الأيادي الخبيثة، هو ذاك مصدر الشر، ذاك هو الذي يحشد علينا الأحزاب. زيارات نتنياهو التي نراها لأمريكا تارة وإلى روسيا تارة أخرى وإلى هنا وإلى هناك والتفاهمات السرية كلها لتحزيب الأحزاب كما فعل أولئك اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يحزبون على أمة الإسلام الأحزاب، أيضا مع تحشيدهم للمنافقين من أمة الإسلام من حكام وإعلاميين ووزراء، ما يسمى بصفقة القرن وما يسمى بالتعايش السلمي، ونتنياهو يخرج اليوم يقول نحن الآن في تفاهمات مع الأنظمة العربية لا بعد ما يتصوره الناس، هو يقول نحن لسنا نحن. فإذا هناك صفقات وهناك ترتيبات وهناك مكر وهناك تحزيب وهناك يعني خبث يقوم به اليهود، القيام بهذا الدور رغم يعني عدم قوتهم الكبيرة على ذلك، يعني هي كدولة كيان محتل هي دولة صغيرة في هي ليست كدولة يا أستاذ محمد، هي ليست كدولة، هي النفسية اليهودية الخبيثة التي وصفها الله في القرآن. لو أحدنا الآن يأخذ القرآن ويبحث عن الآيات التي تصف اليهود ويستخرجها ستجد فئة من الناس اجتمع فيها الخبث كله. هؤلاء لا يعرفون عهود ولا يعرفون حريات ولا يعرفون غدرا ولا يفعلون كل ما هو منكر. فهذه النفسية هي التي نشرت الفساد في الأرض وهي التي تحزب أهل الشر يمينا. الآن في أمتنا من الذي يدعم رؤوس الشر في مصر؟
ويمكنهم من رقاب المصريين. من الذي يدعم حفتر؟ من الذي يدعم بن زايد؟ من الذي يدعم فلان؟ من الذي يدعم فلان؟ هؤلاء رؤوس الكفر والشر والإفساد والقتل والإرهاب في بلادنا هم الذين يمكنونهم ويسعون لربطهم بالنظام العالمي وتزكيتهم وإظهارهم كأنهم معتدلين ونحو ذلك. هذه القضية الكبرى التي يجب أن ينتبه لها الناس. وهذا المعنى لو رجع الناس إلى ما في السنة وما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا بجديد، يعني هذا الذي يفعله اليهود ليس بجديد، امتداد لما فعلوه سابقا ولما هو مفصلا في القرآن والسنة. الله فصله في القرآن بني إسرائيل واليهود مع قتلهم الأنبياء بغير حق. يعني نحن الآن ليس حديثنا ماذا ما هي من هم اليهود. اليهود أختصرهم في جملة واحدة: كل الشر الذي ذكر في العالم هو موجود في هذه الطائفة، وكل الشر الذي موجود في النفس البشرية قد فصله الله في القرآن. يأكلون السحت ويأكلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء ويفعلون المنكر. يا أخي يعني ماذا بعد أن يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يأتون إلى كلام الله الذي يعرفون أنه كلام الله ويستبدلونهم على وفق أهوائهم، يحذفون هذه الآية ويضعون أخرى. اصطفاهم الله من بين الأمم واختارهم الله من بين الناس أن يكونوا محط رسالة الله سبحانه وتعالى، فأبوا إلا الانحطاط، فلعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير واستبدلهم بأمة الإسلام، ليس بالعرب، استبدلهم بأمة الإسلام. وهذه أمة الإسلام تارة يكون في الاستبدال بالعرب، تارة بالأمازيغ، تارة بالكرد، تارة بالترك، تارة بالمماليك، وهكذا تتنقل. كلما ترك، انظر الآن العرب أين، أتكلم عن الرؤساء وغير، وانظر الآن الترك وين على سبيل المثال، وانظر الماليزيا وين، وانظر كذا. فهذا دين الله ورسالة الله تتنقل، ليست موجودة فقط في عرب أو في ترك فقط أو في كذا. كلما تنكبت أمة من الأمم استبدلها الله بأمة أخرى وتبقى تلك في الطين. طيب دكتور علي، فيما يتعلق بربما بعض من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو. فهل هذا المعنى كان حاضرا في هذه الغزوة بالتحديد؟ وما مخزاه؟ نعم، هذا المعنى مهم للغاية، لأن اليوم نحن عندنا شباب يعني لا يبالي أن يذهب ويفجر طائرة في مبنى ويحشد علينا العالم كله ويأتي لغزو بلاد الإسلام ويستبيح أعراضها ويستبيح دماءها ويستبيح سياستها ويستبيح كل شيء، لا يبالي، يقول لك أنا مأمور بالجهاد فقط. هذا المعنى غير موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى غير موجود، وهذا موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لكن دعنا نتوقف على غزوة الأحزاب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله لا تتمنوا لقاء العدو كان حاضرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى انصراف الأحزاب بشتى الطرق. أول ما حزبوا عليه الأحزاب أرسل إلى غطفان قال: ما رأيكم أن ترجعوا وأعطيكم ثلث ثمار المدينة؟ لو كان اليوم الشباب يقول لك: والله هم كفار واحنا مسلمين، ما نعطيهم شيء، نحاربهم حتى الموت، ولا يهم بعد ذلك يستبيحوا المدينة ويستبيحوا الأعراض ويستبيحوا العراق ويأخذوا أفغانستان ويدخل لسوريا ويأخذوا كل شيء، ما يهم. المهم هو ضرب قطار هنا ولا ضرب عمارة هناك ولا فعل الفعل التي يريد وفجر هذا التفجير وانتهى الأمر، ما يهم ما يترتب عليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذه هذا الأمر، لم يكن من هذه. الأمر الأول أراد أن يصرف غطفان وهم جزء من القبائل التي تحشدت، قال: نعطيكم ثلث ثمار المدينة وترجعوا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني عمل على تشتيت الأحزاب، تشتيتهم وصرفهم، مش عايز قتال هو. أنا أريد أن أقول للشباب المتحمس اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ينزل إليه جبريل يخاطبه، والوحي ينزل من السماء يقول لهم افعلوا وافعلوا، ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، هو ما هو 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 الذي ينزل عليه القرآن، هو الذي ينزل عليه الوحي من رب العالمين، قادر أن لا ما في أخذش بالأسباب نهائي، يخرج لهم بسيفه هو لوحده ويقاتلهم، ومع ذلك هذا قرآن يوحى إليه. لكن هو يريد أن يعلمنا نحن الآن الحماس قد يعود علينا بآفات وآلام كثيرة جدا. المسألة ليست راية تخفق من هنا والله شعار اسمه الخلافة الإسلامية والله قضية معينة، ليس الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشجع البشر وهو أتقى البشر وهو قائد، أفضل قائد على مر التاريخ، كان يوم الأحزاب ظاهرا واضحا بينا لا يريد الحرب، يريدهم ينصرف. هل هذا والعياذ بالله جبنا؟ هل هذا سوء تدبير؟ هل هذا عدم نصرة التوحيد؟ هل هذا عدم إقامة الخلافة؟ المعاني التي يقولها الشباب المتحمس، ليس الأمر كذلك، هذا حسن تدبير.
الحرب تحتاج إلى تدبير، ليس مجرد بندقية تضرب فقط، ليس مجرد بندقية أو تفجير تقيم هنا وهنا ولا تبالي بمآلاته، ليس الأمر كذلك. هذا الأمر الأول، أولا أراد أن يصرف غطفان بثمار المدينة. الأمر الثاني، لما أسلم نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود جاء من قريش، جاء مع قريش، فقذف الله في قلبه الإسلام وهو مع 10,000 الذين يحاصرون الوحد، فتسلل ليلا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا الآن أسلمت، اقتنعت بالإسلام في هذه اللحظة. شوف سبحان الخالق، جاي بيقتل النبي وينهي الإسلام، قذف الله في قلبه الإسلام، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمرني يا رسول الله، أمرني شلي تبيه مني نذا. قال إنما أنت رجل، فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل. شوفها، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر التوحيد وتعالى خذ البندقية خش فصل مدير عملية استشهدية، أليس كذلك؟ هذا تفكير الشباب ولا تو كان إحنا الآن هكذا، يعني ما يفكرش إلا كم ستقتل لي منهم فقط. لا، قال له إنما أنت رجل، فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل، يعني تخذل عنا بمعنى تبعد عنا الشر، يعني ابعد عنا واصرفهم وقول عليه هذا كلام وانظر. قال له إذن لي أن أقول، قال فقل، قال له إذن لي بنقول حاجات. فكان هذا من أكبر أسباب انصراف الأحزاب، ذهب إلى قريش وقال لهم أن اليهود بني غطفان، أن اليهود بني قريضة سيغذرون بكم وبيطلبوا منكم 50 رجل من ساداتكم. فثم ذهب إلى بني قريضة قال لهم العرب سيتركونكم وأنا أنصحكم أن تطلبوا منهم 50 من ساداتهم يبقون معكم حتى إذا ذهبوا فيبقون هؤلاء معكم وكذا. فلما جاء بني قريضة قالوا لهم لأبو سفيان قال أعطيني 50 يبقوا معنا، قال والله صدقكم نعيم، فصار الشك بيناتهم واختلف. إذن هذا الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على صرفهم وليس مواجهتهم. لما أرسل الله الريح في نهاية الغزوة، لما أرسل الله الريح النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده خبر، فقال من يأتيني بخبر القوم؟ ثم أرسل حذيفة بن اليمان، فلما أرسل قال لا تحدث شيئا، يعني مش معنى تدير لي عملة من العماية، تسلل سرا، يعني تسلل شوف بالخبر وتعالى، ولا تحدث شيئا، أي ما تديرش عملية استشهادية ولا تفجر ولا تقتل واحد ولا تفجر أبراج الواحد ولا تفجر قطار ولا تقتل لي كافر تقول هذا كافر كذا. وانظر ماذا فعل أم حذيفة، فلما تسلل رأى قريش تأخذهم الريح، رأى الأحزاب تأخذهم الريح ذات اليمين وذات الشمال، هذا الشاهد. فرأى أبو سفيان قال ليس بيني وبينه شيء، فوضعت سهمي في كنانتي، أخذ السهم وبيضرب حمس. هذا مثل ما تقول ترامب الآن، مثل تقول الآن جي أمام ترامب الآن، قال لنضرب ينتهي خلاص، هذا رأس الأحزاب. قال فلما وضعت سهمي في كنانتي تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، فأرجعتها في مكاني. بالله عليك الآن لو تتاح لي هذا الشباب المتحمس في وقت في مشهد زي هذا ممكن يقوم بأي عمل استفزازي ويخرب على الناس، يعني أنت لو قتلت أبو سفيان سيتحشد من جديد ويقتحم المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إبعادهم، لأن القوة غير متكافية، ليس لعدم يقين وليس لعدم ثقة في نصر الله وليس في والعياذ بالله جبنا، وليس كل ما يقوله الشباب اليوم، وليس عدم حرص على إقامة التوحيد ودولة الخلافة، لا، كل هذا المعاني غير موجودة. أنت هو انصرافهم نصر، هو انصرافهم نصر للمسلمين. نعم، أنت الآن الآن يتجمع عندك الرافضة وروسيا واليهود من خلف وحزب الله وفلان، تمشي تسوي لي عملية في تركيا ولا كذا باش تدخل معهم تركيا، ولا تضرب عملية في 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 في, في مكان أوروبي ولا كذا باش تدخل معهم هؤلاء تضيف علينا الأعداء. هكذا يفعل الناس اليوم في أفغانستان، كانت محاصرة من كل مكان، فذهبوا وسووا عمل، فجاء أمريكا من أقصى الدنيا فأسقطت الطالبان وأسقطت الدنيا كلها. فما فيش تفكير، الجهاد هذا فقه بذاته، كما أن الآن الحج والصلاة والصيام والمواريث والبيوع تبي فقهاء يتكلموا في هذه القضايا. الحج من باب أولى، الحج متعلق بالدماء والهدم والجروح والقصاص والأسرى والغدر والمواثيق، حاجات كبيرة تحتاج إلى فقه كبير، مش مجرد عملية هنا تفجر الدنيا وثم تحزب علينا الأحزاب. هذه بعض الملامح على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على القتال كما يفعل اليوم الناس، يضرب تفجير هنا وتفجير هنا ويحشد علينا الناس من كل مكان ويقول لك احنا هم نصرة التوحيد والله معنا وخلاص وانتهى الامر. فقه عجيب حقيقة يعني. طيب
نأخذ فاصل قصير دكتور علي ثم نعود. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج الصراحة. أعود أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور علي السباع البحث الليبي. دكتور علي مرحبا بك مرة أخرى. تحدثنا قبل الفاصل ربما عن معاني مهمة جدا في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب، وكيف أنه لم يتمنى لقاء العدو وكان حريصا على إبعادهم، حريصا على تشرذمهم وتشتيتهم وبكل الطرق. ربما حتى نسقط ربما شيئا من ذلك على الواقع، معنا على سبيل المثال في واقعنا الحالي قطاع غزة وما يعانيه هذا القطاع الصابر المحتسب من حصار شديد من القريب ومن البعيد ومن الاحتلال ومن غير الاحتلال. كيف تقيم ما يحدث الآن ربما دكتور علي في قطاع غزة بالتحديد؟ أنت لو تتأمل الآن في غزة، وكثير من البلدان تعرضت لمثل هذا الحصار، لو تتأمل يعني غزوة الأحزاب هذه تكررت في في في, في التاريخ الإسلامي كثيرا، ليس أول مرة يحدث لغزة أو مشهد التحزب، مشهد التحزب ومشهد الحصار ومشهد الضيق ومشهد كذا. الآن المشهد الذي نراه في فلسطين الآن، هناك حصار لغزة، هناك منافقون من بني جلدتنا هم نفسهم من الفلسطينيين أنفسهم، هناك حصار اليهود، هناك اليهود نفسهم محزبين العالم عربا وعجبا. يعني الآن يكاد يكون العالم كله متحزب على قضية غزة وعلى قضية الفلسطينية. لكن أنا أريد أن قبل أن يفوتني معنى مهم من أكبر المعاني في غزوة الأحزاب، وهذه نقطة في غاية الأهمية، من أكبر المعاني في غزوة الأحزاب هي قول الله تعالى ومن النصر إلا من عند الله. ومن النصر إلا من عند، يعني الله سبحانه وتعالى أراد يعني أن لا تغتر بقوة ولا لا أبدا ولا لا أبدا. هذا طبعا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما اغتر بعض حديثي العهد بالإسلام قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فهزموا أول المعركة، أول النهار هزموا، ولولا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلة بسيطة من الصحابة له خسر المعركة. كان قوام الجيش 12,000 مقاتل أول مرة يجتمع، قال حتى بعضهم لن نغلب اليوم من قلة فهزموا. في غزوة الأحزاب، أراد الله سبحانه وتعالى أن المعركة يديرها بين الحق والباطل تدار من الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب التي ترونها، ولو تلاحظ حتى غزوة بدر، ولعلنا نأخذها في حلقة أخرى، حتى في غزوة بدر انقطعت الأسباب، أنت 300 مقاتل مقابل 1,000 مقاتل، وهؤلاء 300 خارجين للقافلة ولم يكونوا خارجين للقتال، ومع ذلك الله هو الذي أنزل الملائكة، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي مكر بقريش فأتى بها، وهو الذي يعني ترونهم قليلا ويرونكم كثيرا، وهذه الأشياء كلها من الله سبحانه وتعالى. فهذه غزوة الأحزاب، يقول الله سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر. قلوب من؟ قلوب الصحابة المبشرين بالجنة. وبلغت القلوب الحناجر، معناها انقطع عنهم كل شيء، فجاء النصر من حيث لا يحتسب. فهذه غاية الأهمية للمسلم في غزة وفي غير غزة، في غزة وفي مصر. تكالب الذي يفعله اليوم المحور الشر من الصليبيين واليهوديين وأذنابهم والسيسي وحفتر وغيره، يجب أن يكون عند المسلم عقيدة أن لسنا نحن من ننصر، إنما يأتينا النصر إذا تمسكنا بمراد الله. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان حريصا على اتباع ما أمر الله به، يصرف هذا، يحرص على هذا، يوصيهم بالتقوى، يوصيهم بالاعتصام بحبل الله، يصرف اليهود، يفعل كذا، وخلاص هو ما عنده شيء،
ما عنده شيء، محاصر بعشرة آلاف منافقين ويهود أشد من حصار غزة اليوم. ومع ذلك كان النصر من كان النصر من حيث لا يحترف، بحيث أن القلوب تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهذه الرسالة التي نريدها أن نقولها لأهل غزة، وهم أهل ذلك، وهم المدرسة التي نتعلم منها نحن التعلق بالله والصبر والوحدة. مدرسة غزة هذه يجب أن نأخذ لها الأبطال والقادة، يأخذون هناك الدورات والعملية في الصبر، يتعلمونها من نسائهم وأطفالهم ورجالهم وكل من هو موجود في غزة من الأبطال العظام. طيب دعنا نشرك معنا أحدهم من قطاع غزة، الصحفي الفلسطيني الأستاذ هاني الشاعر. أستاذ هاني مرحبا بك معنا. حياكم الله، تحية لكم على هذه الحلقة الجميلة، وتحية لك ولضيفك الكريم على هذا الكلام الجميل والطيب الذي حقيقة يرفع معنوياتنا هنا في قطاع غزة. حياك الله أستاذ هاني، بارك الله فيكم وصبركم الله سبحانه وتعالى وأثابكم وثبتكم على الحق. أستاذ هاني في البداية يعني من هذا المنظور، منظور التحزب على قطاع غزة والتحزب على القضية الفلسطينية، نراها من الشرق ومن الغرب ومن العربي والعجم ومن القريب والبعيد مع الأسف. كيف ينظر إليها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وفي غير قطاع غزة؟ يا ناس الكريم، دعني أبدأ حديثي بما جزئية تحدث بها ضيفك الكريم عندما وكأنما وضعت الملح على الجرح، عندما تحدث عن جزئية لها علاقة العمق العربي والعمق الإسلامي الذي من المفترض أنه الأهم في هذه المرحلة، مرحلة الحصار على قطاع غزة. هذا العدو يحاصر الشعب الفلسطيني ليس فقط منذ 12 عاما منذ أن أتت حركة حماس على سدة الحكم في قطاع غزة، الحصار منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية وهو قائم الجرائم، قائم الحصار، قائم النهب، الاستيلاء، الاستيطان، التوسيع، الضم، القتل، المجازر، القصف، السلب، الإغلاق، جملة من الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، وهذا في مجمله أكبر وأشد من الحصار. الحصار يعني قائم لا يختلف شيء، لكن نحن مشكلتنا الأكبر هي تتعلق بالعمق العربي والإسلامي. نحن من نجد من يتحرك معهم إلا قليلا. للأسف الشديد بالأمس كان هناك عدوان على قطاع غزة أخي الكريم، وأنتم كنتم في تغطية متواصلة ومتابعة حثيثة لحيثيات عدوان. استشهد 25 فلسطينيا، من بينهم تقريبا 4 أطفال لم يتجاوزوا من الأعمار عدة أشهر. هناك نساء 2 ارتقت في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، هناك مسنين، هناك 5 أو 6 بنايات سكنية تم تدميرها بشكل كامل، من بينها بنايات من 5 إلى 6 7 طوابق تقريبا. هذه الاعتداءات التي كانت، لم نرى كثير من التحرك العربي باتجاه هذا الأمر، لم نرى إدانات كبيرة، لم نرى استنكار باتجاه هذه الجرائم. بالتالي هذا أشعرنا بالغصة وكأننا نقاتل في قطاع غزة وفي فلسطين لوحدنا في وجه هذا المحتل، وكأن فلسطين والقدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية فقط ولم تعد عاصمة وقبلة المسلمين. هذا التراجع في الدور العربي وفي الموقف الإسلامي، هذا يعني يشعر قطاع غزة بالخذلان حقيقة، وهذا ما يشعر به المواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني لا يأبه كثيرا لتصرفات الاحتلال بقدر ما يأبه للتصرفات من قبل بعض القادة ومن قبل بعض الدول العربية. نحن نعول كثيرا ليس على القادة، ليس على المواقف السياسية الحكومية، نحن نعول على حراك الشعوب العربية. قبل سنوات نظرنا إلى التحركات التي كانت بالتزامن مع عدوان 2008 أو 2012، كانت هناك تحركات أفضل من الواقع الحالي. في عدوان 2014 لاحظنا تراجع في الحراك، في التصعيدات الأخيرة على قطاع غزة لاحظنا تقريبا شبه انعدام في التحركات باتجاه قطاع غزة ونصرته. أيضا قضايا الحصار ما تزال قائمة أخي الكريم، وتداعياته و المتفاقمة التي تضرب بأطنابها كافة مناحي الحياة هنا في قطاع غزة. رمضان أتى هذا العام وللأسف الشديد غابت البهجة، غابت الأجواء، غابت الحركة حتى في السوق المحلية. هناك تفاصيل كثيرة أدت إلى تضرر و
صرخ كبير في الحالة الاجتماعية والاقتصادية هنا في قطاع غزة بفعل هذا الحصار المطبق منذ 12 عاما، كما ذكرنا الحصار وإن كان قد بدأ منذ 12 عاما بإعلانه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكنه محطوط منذ عشرات السنين على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية برمتها والحصار. وللأسف الشديد يعني فقط أشير لنقطة صغيرة، الحصار ليس فقط على قطاع غزة بالمناسبة، أهل القدس يعانون الأمرين، أهالي 48 أهالي الضفة الغربية، لكن الاحتلال بفرضه حصار على قطاع غزة وكرس مفهوم الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مفهوم الانفصال بين الضفة الغربية والقدس، مفهوم الانفصال بين القدس وال48، فيريد تمزيق الأراضي الفلسطينية من خلال حصاره هذا، لكن بأشكال مختلفة. في الضفة الحصار يتمثل في الحواجز والاستيطان، في القدس يتمثل في منع المصلين من دخول المسجد الأقصى، في ال48 يتمثل في حرمانهم من الوظائف، في حرمانهم من المشاركة في العملية السياسية والاجتماعية وإعطائهم الحرية، في النقب وفي السبع وفي رهط وفي مناطق جنوب فلسطين يحرمون حتى من أبسط حقوقهم. وبالتالي الحصار له أشكال مختلفة، من غزة للضفة الغربية للداخل المحتل القدس، هو حصار لكن بأوجه مختلفة وبأداء ومن جهة واحدة وهي المحتل السوري. بالتالي نحن نتمنى وكلنا أمل كبير لا ينقطع هذا الأمل في أمة المليار أن تتحرك باتجاه القضية الفلسطينية، تتحرك باتجاه أخطر لحظة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل الحديث عن صفقة القرن وفي ظل الحديث عن مشاريع مشبوهة وخطيرة قد تؤدي إلى قتل القضية الفلسطينية برمتها. وبالتالي الشعب الفلسطيني يمكن أن يقاتل لوحده، اليد لوحدها لا تصفق في وجه هذا المحتل الذي بات من الواضح أنه يساند مستقبل الأمريكان بشكل واضح. نعم أستاذ هاني، ابقى معي سأعود إليك، أعود مرة أخرى هنا للدكتور علي. مع اشتداد الحصار واشتداد التحزب على القضية الفلسطينية من الشرق والغرب والقريب والبعيد من المنافقين ومن المتآمرين والخونة، دكتور علي، مع ذلك الشعب الفلسطيني صامد ويصابر ويثابر، وأيضا ربما فقد الأمل في القيادات بشكل كبير، ولكنه يناشد الآن ومنذ زمن طويل يناشد الأمة بمجملها، ليس على مستوى القادة ولكن على المستوى الشعبي لهذه الأمة الحية، الأمة التي لم تمت. لكن أهمية التحرك الشعبي لنصرة هؤلاء ولتشتيت هذه الأحزاب دكتور علي. طبعا من المعاني المهمة في غزوة الأحزاب، ثم نعود إلى سؤالك، من المعاني المهمة أن الكرب اشتد كما ذكرت لك قبل قليل حتى وبلغت القلوب الحناجر، ويشتد الكرب الآن في لحكمة، هذه من أعظم الحكم في هذه، أن الله سبحانه وتعالى فتنة التمحيص والابتلاء ليظهر المنافق ويظهر الصادق ويظهر الذي يستحق هذا النصر، ويقال أن بهؤلاء تحرر بيت المقدس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أقول كلمتين هنا لأهلنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، لما سئل عن الطائفة المنصورة قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورة لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا لعدة حكم. الله سبحانه وتعالى حينما يشتد الكرب لعدة حكم، أولا مقصود الله سبحانه وتعالى من البشر هو محض العبودية، ألا يلتفت قلوب العباد إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا القنبلة الذرية ولا الأمة الإسلامية ولا الأمة العربية. نحن مطالبون بأن ندعم هذه القضية، لأن هي قضيتنا قبل أن تكون قضية إخواننا في فلسطين، هي ثاني قبلتين وهي أمر مقدس، وليس المجال للحديث عن أهمية بيت المقدس. لكن هذه القضية هي تمحيص من الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الناس، هو حتى الابتلاء الذي ينزل على غزة وعلى إخواننا هناك هو امتحان لنا الذين في الخارج، هو الله يبتلي العباد بهذه القضية وكلنا مبتلون. والذين ينادونهم إخواننا في فلسطين هم معهم، حالة بيننا وبينهم السواتر والحواجز، لكنهم بقلوبهم وفي وجدانهم وفي حديثهم وفي كل ما يعني الأحياء من الأمة، أنا أتكلم عن الأحياء من الأمة الإسلامية وليس العربية، الأحياء من الأمة الإسلامية في طول العالم الإسلامي وعرضه، هم مع هذه القضية ويدركون تمام الإدراك أن القلب النابض لقضية الإسلام والمسلمين هي بيت المقدس وليست في الأطراف هنا وهناك.
فأنا أقول لإخواننا وهم أدرس التي نتعلم منها، نحن الذين مع القضية الفلسطينية، أنت تأمل في خروج الجموع في الجزائر وفي ليبيا وفي كل وفي إسطنبول وفي ماليزيا وفي غيرها، قضية فلسطين حاضرة، ينادون بإسقاط بوتفليقة ومع ذلك ينادون ويرفعون العلم الفلسطيني، يربعون العلم الفلسطيني وكذا. فهذه القضية يجب تكون حاضرة. وأنا أريد أن أقول كلمة هنيئا لمن ثبت واصطفاه الله لهذا الاصطفاء الرباني بحيث يكون من حراس بيت المقدس ومن حراس هذه القبلة التي اصطفاها الله للإسلام والمسلمين. وربما هذه أيضا بشرى دكتور علي. وأعود هنا الأستاذ هاني الشاعر. اشتد الكرب بشكل كبير واشتدت التحزب على القضية الفلسطينية، وربما النصر اقترب بشكل كبير ووعد من الله سبحانه وتعالى. أختم معك بكلمتين حرتين أستاذ هاني تختم بها حديث، تفضل. نعم، نحن هنا في قطاع غزة كل ما نتمناه هو إحقاق الحق لهؤلاء المظلومين، نحو مليوني فلسطين هنا في قطاع غزة. للأسف الشديد هم أكثر فئة مظلومة حرمت من حقوقها وأدنى مقومات الحياة الكريمة، ما زالوا يرزحون تحت أطول احتلال وأطول عدوان. وهنا أخص قطاع غزة وليس من باب التمييز، لأن الفلسطينيون ليس بينهم تمييز أو بينهم أي أحد يستطيع أن يفصلهم سواء الضفة أو غزة أو هذه المسميات المشبوهة. نحن كتلة واحدة، لكن أخص قطاع غزة لأنه محكم الإغلاق، يشهد عدوان متواصل. بالتالي نحن نريد إحقاق الحق، نريد من يقف مع الشعب الفلسطيني وقفة حق، نريد من يساند هذا الشعب الذي يقاتل بمعول واحد، نريد أن يقف الجميع خلف أيضا المقاومة الفلسطينية التي باتت هي التي يعني تمثل الشعب الفلسطيني. نعم. هي التي تساند الشعب الفلسطيني في حقوقه، وهي التي تصد العدوان لوحدها عن قطاع غزة ورسخت معادلات مختلفة في الأونة الأخيرة. نعم. عبر معادلات التعامل في أي تصعيد مختلف عن مرات سابقة. نتمنى من الجميع أن يقف مع الشعب الفلسطيني. نعم. وأن يوصل صوت هؤلاء المظلومين وأن يحقق الحق و أن يقف في وجه هذا الباطل الذي يتمثل في الاحتلال الذي يحاول النيل من عزيمة وتاريخ وصمود وثبات الشعب الفلسطيني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ هاني الشاعر الكاتب الصحفي الفلسطيني، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج الصراحة. والله كافيكم، وواجب على الأمة أن تدعم كأخذ بالأسباب أسباب النص. شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى إليك دكتور علي في هذا المعنى ربما أشرت إليه قبل الفاصل، وهو يعني ذكر الله في وصف هذه الغزوة كما أشرت أنه وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. قد يقول قائل هل الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم القائد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، ومع ذلك بلغ منهم هذا الشعور، ربما هذا الشعور الإنساني شعور الخوف، فكيف يمكن الجمع بين شجاعة الصحابة وإقدامهم وتضحياتهم وبين ربما خوفهم في هذا الموقف إلى حد ما؟ هذا المعنى مهم في غاية الأهمية، لأن كثير من الناس الآن يتصور أن الصحابة رضوان الله عليهم معصومون، وهذه قضية في غاية الخطورة. أنا قبل أن نتحدث عن الصحابة دعنا نذهب إلى موسى عليه السلام. قال الله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، لما قتل القبطي. نعم. فسمع جاءه القصة المعروفة، جاءه قال أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج منها خائفا يترقب. خرج خائفا يترقب. الإنسان جبل على صفات كثيرة، منها الحرص ومنها الخوف ومنها يعني الأشياء الكثيرة الموجودة في البشر. الصحابة رضوان الله عليهم، هذه نقطة في غاية الأهمية، الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، لأن الأحزاب هو الله كما قلت لك، يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بشدة الظلمة وشدة البرد وشدة الخوف. يقول حذيفة بن اليمان يقول والله إن أحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء الحاجة من شدة هذه الأشياء الثلاث، الخوف الشديد والظلمة الشديدة والريح الشديد، ثلاثة أشياء. فكانت بلغت القلوب الحناجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف ثلاث مرات يقول من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، ثلاث مرات. لمن يوجه هذا كلام؟ لأبو بكر وعمر وعلي وعثمان والصحابة المبشرين بالجنة، فما قام أحد. فهنا قد يقول قائل يقول يا أخي كيف هذا ما عندهش إيمان،
لا ليس ما عندهاش يزايد على الصحابة يزايد على الصحابة يقول كيف ما عندهاش إيمان لماذا يعني لماذا ما يقوموش للجنة؟ الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. ولذلك من هنا نريد أن نقول حاجة، أن الرجل الصالح والرجل الطيب والرجل الفقيه وخطيب المسجد وإمام قد يخرج منه شيء، فلا تقول هذا كيف خرج، أو صحابة رضوان الله عليهم ما قام أحد، ليس جبنا ولكن هو شيء يعتري البشر، شيء يعتري البشر. يغضب الإنسان أحيانا، يغضب ينسى يعني ينام يفعل الخطأ، ولكن يتوب ويعوب. فهنا وقف على رؤوسهم وقال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في جنة؟ فما قام أحد. الصحابة لا يزايد عليهم أحد في الشجاعة ولا في حرصهم على الجنة، ولكن في تلك المشهد غيبت عليهم. بل إن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد بعضهم هرب وركب إلى الجبل وبعضهم دخل مدينة وكذا. فالإنسان هذا لا يتنافى مع الشجاعة ولا يتنافى مع الإيمان ولا يتنافى مع التصديق بموعود الله، لا يتنافى أبدا، هذا شيء يعتري البشر. المهم ألا يكون السلوك عاما، سلوك عاما أنك أنت غير حريص على طاعة الله، يكون سلوك خاطف ثم يعود، سلوك خاطف يعتري البشر. أنت إنسان خاف، إنسان هرب، إنسان غضب، فعل خطأ، إنسان وقع حتى في المعصية، يقع حتى في المعصية. الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم بعض الأشياء، هذا كله يبين أننا نحن بشر وجبنا على هذه الطبيعة القاصرة حتى نتعبد إلى الله بالتوبة وبالاستغفار وبالإنابة وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وهكذا. نروح ونذهب حول غدر اليهود دكتور علي، ونختم ربما بغدر بني قريظة بالتحديد في هذه الغزوة. طبعا هذه بني قريظة قاموا بعمل عظيم من الغدر والخيانة وكادوا أن يستأصلوا الإسلام، فقابلهم عقاب يتناسب مع هذا الغدر. لأن بعض الناس الآن يقول لك أين صفح النبي صلى الله عليه وسلم وأين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع السيف في غير محله عجز وجبن وخور. ولذلك هؤلاء بني قريظة استأمنهم على ظهورهم وعلى نسائهم وعلى كل شيء، فذهبوا وغدروه في موطن كاد أن يستأصل فيه كل شيء، ينهيهم كل شيء، فكان عقابهم أن استأصلوا بالكامل. ولما حكم فيهم سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر والله إنه لحكم الله من فوق سبع سماوات. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا دكتور علي السباعي الباحث اللي كنت معنا في هذه الحلقة من الصراحة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.